في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها قناة الحرة مع شخصيات بارزة وفاعلة، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الدار البيضاء ربيع القاطي الممثل المغربي. سيد ربيع، أهلا مرحبا بك عبر قناة الحرة ورمضان الكريم. شكرا شكرا جزيلا، وكنستغل الفرصة هذه من خلال قناة الحرة، وأتوجه من خلال قناتكم المحترمة إلى جموع المسلمين والأمة العربية والإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها، وأقول لهم كل رمضان وأنتم بألف خير، راجيا من العلي القدير أن يزيح عنا هذه الجائحة إن شاء الله. ممثل من المغرب، نجحت في كسر حواجز اللهجات، اشتركت في أعمال من بلدان مختلفة، وكان آخرها أو إحداها دراما ليبية وسورية إلى غيرها. أخذت كذلك جائزة عنوانها أفضل ممثل عبر مسلسل الزعيمان. يعني حدثنا، ما هي وصفة التميز الخاصة بربيع فيما يتعلق بالأعمال العابرة للحدود؟ والله بالنسبة لي أنا شخصيا من خلال تجربتي يعني الذاتية الشخصية في ما يخص يعني تجربة التشخيص، والله العظيم يعني ديدني الحقيقي هو جهدي، هو إيماني بموهبتي، إيماني بأن الفن لا حدود له، خصوصا في العالم العربي. نحن كعرب لدينا قواسم مشتركة عديدة جدا، نتحدث نفس اللغة، لدينا يعني أعراف وتقاليد مشتركة يجمعنا الدين، لكن للأسف الشديد تفرقنا بعض السياسات، لكن نحن معشر الفنانين نرفع التحدي عاليا فنيا، فنقرب المسافات ونحاول ما أمكن يعني أن نحقق هذه المعادلة الصعبة، ألا وهي يعني الفن عربي عربي، أن نتقارب فنيا وأن نبعد عنا كل الخلافات الأيديولوجية والسياسية. صحيح. سيد ربيع، كيف تتمرن على اللهجات أو ربما اللغات، أسلوب الكلام، لغة الجسد؟ ونذكر هنا كذلك أنك شاركت في أعمال تاريخية مع المخرج الراحل حاتم علي الذي رحل قبل أشهر في القاهرة. بالفعل يعني هذا يعني فقدان جلل، فقدان يعني أحد أهرامات الإخراج في العالم العربي. صحيح فعلا. هو المرحوم يعني حاتم علي. بداياتي العربية صراحة كانت مع هذا المخرج السوري حاتم علي رحمه الله. بدأت معه مشواري كممثل من خلال مسلسل صقر قريش، ثم اقترح علي الدور الآخر في مسلسل ربيع قرطبة، ثم جاءت يعني ثالث تعامل عندي معه من خلال مسلسل ملوك الطوائف. فصراحة ربما إيماني بقدراتي وبميكانيزمات وأدوات اشتغالي أنا كممثل، واشتغالي الدائم على هذه الآلة، لأنه الممثل في نهاية المطاف هو آلة تشتغل دائما، ويجب عليها أن تشتغل وأن تتمرن دائما. صح، ولا تتوقف. أردد دائما مقولة مهمة جدا، الآلة التي لا تتمرن ولا تعمل يصيبها الصدأ. صحيح. يعني صناعة الأفلام صناعة الأفلام والدراما كذلك في المغرب لديها ربما كثير من المقومات اللوجستية، وحتى تحظى بدعم الدولة، ولكن يرى بعض النقاد بأن هناك حالة تخوف من الدخول في استثمارات كبيرة في هذا القطاع. لماذا في رأيك، وأنت شخص من داخل هذا المجال، يعني الأعمال المنتجة معدودة، منها ما ينتجه التلفزيون الحكومي فقط؟ للأسف الشديد نحن يعني أنا أتحدث لك من داخل التجربة، نحن في إطار نضال مستمر كي نقنع القطاع الخاص كي يدخل على الخط وأن يستثمر في المجال الفني. لماذا؟ لأن لن نذهب بعيدا، يعني نحن نرى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني كنموذج حي، يعني الآن الصورة أصبحت تشكل بالنسبة يعني للقطاع الفني والثقافي صورة أبلغ، ربما أبلغ وسيلة من أجل إيصال الرسائل والأيديولوجيات. صحيح. والحكم، يعني الآن الصورة هي مهمة جدا، تساهم في التنمية، في التوعية، في التثقيف. الصورة تلعب دورا جوهريا في استنهاض القيم. صحيح. والمثل، استنهاض الأمم. لماذا لا نستثمر نحن في نفس السياق يعني في عالمنا العربي؟
فربما من هذا السياق أو انطلاقا من هذه الأرضية احنا في المغرب يعني ربما نحن حالة خاصة بحكم أن المغرب يتوفر على طبيعة جميلة جدا حبان الله إياها، لدينا كل الشروط التي تتطلبها صناعة سينمائية أو دراما تلفزية ناجحة. ولكن للأسف في السنتين الماضيتين ولازلنا نعيش وباء كورونا يعني الذي كان ربما تحدي بالنسبة للعالم كله، كيف أثر هذا الوباء على هذه الصناعة في المغرب و على دول المنطقة عموما، مع ملاحظة أن هناك مئات من الآلاف ممن يعني يعتاشون من هذه الصناعة؟ بالفعل بالفعل يعني يظل المغرب هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة العالمية، وفنيا أكيد أن المغرب أن قطاع السينما والتلفزة والمسرح تأثر في المغرب يعني بالنظر للاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، وهذا في صالحنا في صالح الشعب يعني في صالح حتى الممتهنين في المجال الفني، لكن يبقى أننا نحن يجب علينا أن نتأقلم مع هذه الأوضاع المستجدة. جاءنا وباء يجب أن نتأقلم معه، لأنه هي ربما السر هو في التأقلم يعني كانت هنالك السكتة وكان هنالك السرطان وكان هنالك التهاب السحايا هذا الكبد وكذا، لكن متأقلمين مع هذه الأوبئة هي تقتل اكثر من كورونا على صحيح على فكرة. فعلا وتأقلمنا معها لسنوات، فلن نقيم الدنيا ولا نقعدها علشان يعني كورونا. اي نعم هذا وباء اجى والناس المسؤولين في القطاع الصحي يقومون سيد ربيع نعم عاد لنا سيد ربيع تفضل. اسمعينني؟ اسمعك جيدا تفضل. يعني في نهاية المطاف يجب ان نتأقلم مع هذا الوباء صحيح من الان وحتى ربما يعني ايجاد علاج لكورونا، هل تظن بان اللقاحات قد تكون الحل الوحيد او الاهم لضمان استقرار واستمرار صناعة الافلام والدراما في ظروف اجتماعية خالية من العدوى؟ وكذلك هل تنصح متابعينك ومحبينك باخذ لقاح كورونا؟ هو ربما اللقاح الآن هو فقط مرحلة البداية، هو مرحلة فقط من عدة مراحل سوف نقطعها، والشوط من أشواط سوف نتجاوزها بإذن الله، لأنه يعني التلقيح لوحده غير كافي، يعني يجب أن تكون لدينا إرادة حقيقية، ذكاء في التعامل مع هذا الوباء، الانتصار للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لأنه هذا الوباء عنده خصوصية، يجب أن يلعب الإنسان دوره الإنساني في التعامل مع هذا الوباء. وأكيد أكيد أنه يعني المجهود الأطباء والعلماء الذين يبحثون في هذا السياق من أجل إيجاد يعني التلقيح المناسب، فأنا لا يمكنني إلا أن أشد بحرارة على أيادي كل من صنعوا لنا هذا التلقيح لكي يساعدوننا في نهاية المطاف على التأقلم وليس التغلب نهائيا على هذا الوباء، لأن هذه أوبئة سوف تعيش معنا إلى أبعد مدى. وبالمناسبة يعني ربما سوف أفتح قوس، عندي مسلسل يحمل عنوان غصة. أنا مضطرة لأنه داهمني الوقت جدا والحديث شيق جدا معك من الدار البيضاء ربيع الخاطي الممثل المغربي، شكرا جزيلا لك.